ازيكم يا بنات، معاكم واحده وحشتوني جدا. النهارده فيديو جميل جدا وخفيف خالص. مشكله طبعا كل السيدات بتعاني من المشكله ديت. بس قبل ما اقول ايه المشكله، لو حضرتك اول مره تشوفي القناه بتاعتي وعجبك الفيديو، يا ريت تدعميني بالسبسكرايب ولايك والشير عشان كل يستفاد زينا، وما تنسوش على تدوسوا على جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. طبعا مشكله السيدات كلنا، وانا طبعا اولكم، كلنا بنعاني من مشكله النمل. وطبعا وجود النمل دي مش ما يدلش ان الست مش نظيفه او ما بتنظفش او يدل على عدم النظافه، لا طبعا بنبقى لسه ماسحين ومخلصين الدنيا كلها، وبنلاقي النمل بطريقه غريبه جدا جدا. زي ما انتم شايفين، تمام، النمل يعني في كل حته اهو. طبعا فكلنا بنلجا للرش وبنلجا للبودره وفلوس كتير بقى، وبرده بيرجع تاني، تمام. طبعا جات لي فكره جميله جدا 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 دلوقتي ونفذتها، ونفذتها الصبح، هنفذها قدامكم دلوقتي في الفيديو. حاجه بسيطه جدا 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 خدت بالي منها، ان النمل بيخاف من سوري، دي الصابونه اللي انا اصلا بهدلتها الصبح في الاختراع. دي صابونه اللي هي بتاعت الوش، ام 2 جنيه، ما تجيبيش اللي هي الغاليه، هاتي هي اردق نوع صابون. صليت ماشي مش مشكله. الصابون بتاع اللي هو الابو جنيه اللي بنغسل بيه الالومنيوم مش مشكله. دي صابونه كانت قديمه عندي، فانا نفذت الفكره بيها. انا اسفه على المنظر، بس انا كنت سايباها تتنقع عشان اعمل الفيديو. طبعا اتضح لي ان اللي هو بيخاف قوي النمل بيخاف جدا من الصابون ده. ازاي هتاخدي بقى الصابونه دي وتنقعيها، وتاخدي حته حته كده منها. بص هننفذ مع بعض بقى دلوقتي، والاماكن اللي ماشي فيها النمل تضربي تلطخي كده مش مشكله، يومين اتنين بس نوسخ الدنيا مش مشكله خالص لحد ما ينتهي. هو اصلا هيتمنى ان يلاقي حته يخرج منها بسبب الصابون اللي احنا لزقناه ده. هنشوف مع بعض، بصوا كده. طب تعالوا كده، النمله دي جايه اهي، تمام. بصوا النتيجه رجعت ازاي، شايفين يا بنات اهو النمله الثانيه اللي راحه اهي. ثواني، بص اهو، بصوا بصوا النمله بيجري ازاي. بصوا بصوا، وحياة امي اللي هعذبكم. بصوا شايفين، شايفين يا بنات، شايفين النمل ده اهو. بصوا بصوا بيجري ازاي. انا برضو بعاني من النمل، يعني مش هكدب عليكم. اهو اهو، بصوا ده اللي انا حاطاه الصبح. بصوا واحده جت هنا عندها اهي اتقضت خالص. بصوا اهو النمل، بصوا بيجري بيجري اهي، بيجري بيجري مش عارف رايح لفين. بصوا هو اللي هيتمنى اي مكان يلاقيه يستخبى فيه. هنيجي على فواصل السيراميك كده ونبدا نلزق الصابونه. طبعا هنكون نقعينها عشان تبقى سهله معانا. اهو يا بنات اهو، مش مشكله يومين ماشي نبقى المنظر مش لطيف عادي. اهو كلنا بنعاني يا بنات من الموضوع. طبعا الست تبقى لسه ماسحه ومنظفه الدنيا، والدنيا تتلاقيها اتملت نمل كده. بص النمل عايز يروح في حته مش قادر. طب تعالوا كده نحط حته نمل، سوري، صابونه على النمله. بصوا بصوا ماتت في لحظه ازاي، هي في ايدي، هي شايفينها ماتت في لحظه. انا قلت اقول لكم الفكره دي يا جماعه عشان تستفادوا. بصوا النمل اهو، بصوا النمل مش قادر يقوم. بصوا جميل جدا جدا يا بنات، انا عملتها في الحمام. الحمام عندي كان مش قادره اتخيل الحق ده. في ايه، في ايه الواحد بيعمل الحمام كل يوم يا جماعه؟ في ايه، بطريقه غريبه فظيع. جربت الفكره وحطيت في الفواصل بقى وفي السيراميك بقى وما بين السيراميك من هنا، وظبطت الدنيا. قمت بعديها بساعتين اما تلاقيتش، انا لقيت النمل كله لازق متلطخ في الحيطه كده وميت ميت. ايوه ميت. بص اهو، بصوا ده صابون والله العظيم، انا ما حطيتش اي حاجه، هي الصابونه دي اللي انا قلت لكم عليها. جربوا الفكره دي وان شاء الله تدعوا لي كتير جدا جدا يا بنات. وانا اسفه ان انا طولت عليكم، وما تنسوش تشيروا الفيديو وتعملوا لي لايكات كتير عشان الفيديو برده يوصل لناس كتير. واسفه اني طولت، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.